نعم كلارا، متابعين معكم بتغطيتنا، حيث وصل الآن النائب جورج عائس إلى ساحة النجمة للتصويت. لا ميشيل معوض. نعم ميشيل معوض، يعني إيمتى رح نضل مستمرين على نفس الشخص؟ هل برأيك مثلا ممكن تغيره ولا لا مستمرين إلى يعني ما عم نلعب نحن عندنا كان خيارات عديدة استعرضناها مع عدد كبير من الحلفاء من حزب الكتائب لحزب التقدم الاشتراكي، وتوصلنا إلى اسم مشترك، وهالاسم المشترك نرى فيه كل المواصفات المطلوبة لقيادة المرحلة القادمة. هو عشاء مختلط كما وصفه موقع لبنان فايلز، ضم النواب مروان حمادي وملحم رياشي وعلي حسن خليل، أقامه النائب السابق نعمي طعمي. تردد أنه يهدف للبحث في كيفية إقناع القوات اللبنانية بإيصال زعيم تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجي إلى قصر بعبدة. تساؤلات كثيرة يطرحها هذا اللقاء الذي ضم مكونات من محورين يخوضان حرباً ضروس على أول منصب في دولة تغرق في انهيار لا مثيل له على كافة الصعد. دايماً اللقاءات اللي فيها الوزير ملحم رياشي هي لقاءات بتدل على تسوية، يعني هو مهماته هي مهمات تسوية، بشبه مهمته بالقوات اللبنانية مثل مهمة عباس إبراهيم ببعض المحلات اللي ببعثوا عليها الدولة اللبنانية. فهو عند القوات اللبنانية بيعمل شغل عباس إبراهيم عند الدولة اللبنانية. وأعتقد أنه الحوار مش إذا بيجيبوا سليمان فرنجية أو لا، الحوار إذا بيتفقوا على مرشح، وإذا القوات اللبنانية بتقبل تغطي مرشح تسوية. يعني قد يكون هذا الشيء الهدف منه، ولكن أنا بخاف إن ينوقعوا بفخ يضر القوات اللبنانية، إنه التيار الوطني الحر يطلع بمظهر إنه هو ما قبل يعمل التسوية، وإنه القوات اللبنانية هي اللي صوتت على تسوية تجيب رئيس تسووي، وتكون تنازلت عن كثير من السقوف اللي حطتها ووطت السقف. بالمقابل التيار الوطني الحر يستفيد من هالموضوع شعبويا، ويكون هذا الشيء بالتنسيق مع حزب الله، هذا بخاف منه. القوات اللبنانية وفق موقع لبنان فايلز تحارب أو هكذا تظهر لإيصال رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض إلى رئاسة الجمهورية، مقابل حركة أمل التي بدورها تقول إن مرشحها النهائي هو فرنجي، بالإضافة إلى اللقاء الديمقراطي الذي يخوض في العلن معركة معوض، لكنه لن يفوت فرصة التلاقي مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري متى نضج ترشيح فرنجي بحسب الموقع المذكور. أما أنه يتخلى القوات اللبنانية عن ترشيح ميشيل معوض بشك أول شيء، إلا إذا صار في عن جد إجماع على مرشح تاني بيقبل فيه ميشيل معوض بذاته. وأعتقد سيناريو إخراج ميشيل معوض من المعادلة بيكون بأنه ميشيل معوض يعلن أنه هو لم يعد مرشحاً، وإلا غير هيك بيكون في إهانة لميشيل معوض من قبل كل الأفرقاء الآخرين، وما بعتقد رح يعملوها. وما بعتقد بيحمل سمير جعجع ترشيح سليمان فرنجي، شو ما كان السبب وتحت أي سقف كان يحمل ترشيح شخص 8 أدار 100% صديق بشار الأسد وبفريق الممانعة. هذا الشيء بيعني أنه لا، ليش ما بتقبل ببسيل؟ ليش ما بتقبل بمرشح تاني بينقوه فريق 8 أدار؟ ولا عملت كل هالتعطيل وكل هالمعركة الطويلة العريضة لحتى بالآخر تجي بمرشح لـ8 أدار. لافت انطلاق مروحة الاتصالات الداخلية بالتزامن مع اتصالات الجانب الفرنسي مع الدول المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي، لا سيما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيران. كما هو لافت أن هذه الاتصالات تتقاطع على اسم مرشح وحيد وهو سليمان فرنجي. فهل يسكن الأخير قصر بعبدة بتسوية داخلية ومباركة خارجية؟